السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي إخوتتي، مرحبا بكم دائما في قناة عبد الله البركاني. مرحبا بالمتابعين الجداد والمتابعين القدام، الله يحفظكم ويبارك فيكم، وشكرا بزاف على التواصل والدعم والتشجيع، وشكرا بزاف على التعاليق الرائعة ديالكم، شكرا على الكلمة الطيبة، وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. وخليكم معايا حتى الأخير الفيديو، وفرجة ممتعة. خوتي خواتاتي، كما راكم تشوفوا اليوم عندنا الجو مغيم في مدينة بركان. نطلب الله سبحانه يعطينا الشتاء على قد النفع، امين يا رب العالمين. بالنسبة لهذا النهار راني خرجت باش ندير بكم جولة اخرى في الحي اللي نسكن فيه. كما تعرفوا حي عين السلطان، لحقاش في الفيديو اللي نشرته من قبل ما صورتش لكم الحي كامل، وهذا النهار راني خرجت مرة أخرى وقلت نصور لكم كامل هذا الحي، لحقاش واحد جارتي مقيمة في أوروبا في بلاد الغربة، متتبعة في القناة ديالي من هذه مدة وهي تتابعني في القناة. والمهم هي ما جاتش تشوف البلاد، راكم عارفين مع هذا الوباء الله يرفعها عليكم وعلينا وعلى جميع البشرية. هاد المتتبعة هي جارتي قديمة بزاف، ودار والديها الله يرحمهم ويوسع عليهم قدام دارنا، وكانت شافت الفيديو ديال حي عين السلطان اللي نشرته من قبل وعجبها بزاف، ولهذا السبب طلبت بيا باش نعاود نصور فيديو اخر هنايا في حي عين السلطان من الجهة الفوقانية، لحقاش الجهة الفوقانية من تما كاينة الدار ديالهم. بصراحة حي عين السلطان يخصه بزاف ديال الإصلاحات، كما كنت قلت لكم في الفيديو اللي كنت نشرته من قبل في القناة. يعني هاد الحي حي صغير وماشي مصاوب، نتمنوا من المسؤولين يصاوبوا هاد الحي البسيط المتواضع، ونتمنوا يصاوبوا ليه الزناقي دياله، وكذلك نتمنوا يصاوبوا ليه قنوات الصرف الصحي، ونتمنوا كذلك يصاوبوا حتى من جهة العين، لحقاش هاد العين اللي كاينه هنايا في هاد الحي فيها الفائدة والمنفعة للسكان ديال مدينة بركان كاملين. صراحة عليها الإقبال بزاف، وكل يوم يجيو يعمروا منها الماء. كما قلت لكم في الفيديو اللي نشرته المرة الفايتة في القناة، الناس ديال مدينة بركان ما بقاوش يقدروا يشربوا الماء ديال ملوية، لحقاش يديروا فيه داك الدواء، وراكم عارفين بزاف ديال الناس المساكين اللي مرض بالمصران والمعدة منين يشربوا هاد الماء ديال الملوية يوجعهم ويضرهم بزاف في الصحة ديالهم. وحتى بالنسبة للإنسان اللي ماشي مريض ما يقدرش يشرب هاد الماء ديال الملوية. هاد العين راها قديمة بزاف وجاية في الأرض ديال ولاد الشعيبي الله يرحمه ويوسع عليه،
وكما تعرفوا الماء ديالها راه صالح للشرب، وعلى جنبها يفوت واد ورطاف وبغينا يحافظوا عليها ويصلحوها باش الماء ديالها ما يضيعش باطل، وبغينا كذلك يبنيوا الحيط على جنب واد ورطاف ويصابوا الطريق للعين ديال السلطان. المهم هذه هي الرسالة ديال سكان حي عين السلطان والرسالة ديال ناس بركان كاملين. المهم نتمنى هذه الرسالة توصل للمسؤولين. نتمنى هذه الجولة ديال اليوم تعجبكم بزاف، ونتمنى تشوفوا الفيديو وتديروا لايك، وما تنسوش تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا بزاف لكم، والله يحفظكم ويبارك فيكم، وتحياتي وسلامي وكل احترامي لكم. اللي بغى يصاوب سميتو الميزانات راه هنايا واحد السيد سميتو سيمو ميزان الشرق، والجهه ديال الشرق بركان. ها هو سيمو، ها هو سيمو اللي بغى يصاوب الميزانات.